يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا يا ليتنا ننصر قائمكم سادتي فوز والله فوز عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. عادة الخطباء حينما يتطرقون إلى هذه الآية المباركة يشيرون إلى أن أهل الذكر هم محمد وآل محمد. لكن الواقع يريد أن يقول نعم أبرز مصداق لأهل الذكر هم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما هذا العنوان لن حجمه، يعني لن نضرب أنه الآية المباركة طوق ونخنق الآية بحيث ما إلها دلالات أخرى، لا خطأ هذا، وهذا علماء التفسير يرفضون، يقول لا إلها دلالات أخرى. مثلا كلمة الإمامة، نعم هذا دليل على القيادة، أبرز مصاديقها منه المعصوم، جيد، وإلا أنه وجعلنا للمتقين إماما بمعنى قادم، وهذا يمكن طرقنا له في ليلة الهدى. لكن تعال مولانا هذه كلمة إنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اللي مو بحثي قلت لك أنا يمكن من الليلة الأولى، نحن لا نريد أن نذكر فضائل أهل البيت، إنما نريد أن ننقل المنبر من قضية الفضائل إلى قضية التربية في مدرسة أهل البيت، مو فضائل أهل البيت، كيف نتربى في مدرسة أهل البيت بحيث نكتسب من فضائلهم عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. شنو اليوم البحث اللي يريد نتناوله؟ بحثنا أنه مولانا عنوان الاتباع للعلماء، اللي عنوان أنه نسميه بالفقه تقليد، صح؟ يقول هو هذا العنوان اللي قاعد يعطى، وأول باب من أبواب الفقه يؤخذ في الرسائل العملية باب الاجتهاد والتقليد. سؤالنا قبل أنه حقيقة أن نخوض في هذا الموضوع، السؤال الأساسي اللي هو راح يكون مفتاح أنه الحديث، هل أن مسألة الاجتهاد والتقليد من المسائل الاجتهادية أم من المسائل التقليدية؟ هذا سيدنا، هو شنو مسائل اجتهادية شنو مسائل تقليدية؟ المجتمع ترى بعد ألف باء تاء الإسلام ما يعرفه في كثير من الأحيان. ليش البعض من الناس اللي يدعي الثقافة هو مثقف يتصور كل المجتمع على شاكلته؟ لا أبدا، عندنا ناس وحقك أنه أول عنوان الرسالة العملية موضوع الاجتهاد والتقليد لحد اليوم ما تاقنه، ما تاقنه، تعال إلى وضوءه ما تاقنه، تعال إلى صلاته ما تاقنه. لنعيش بوهم، خلينا نعيش الحقيقة، خلينا نشوف مولانا شنو الحقيقة. الحقيقة خلينا نسأل اليوم، يمكن إذا نسوي قصاصات ورق ونقول يا بكتبولنا شنو معنى الاجتهاد والتقليد، كثير من الناس ما يجاوب،
شنو هذا الفرق بين أنه المسألة الاجتهادية والمسألة التقليدية؟ ما يعرف. نعم قد يكون البعض يعرف صح. خلينا نشوف مولانا، هل أن مسألة الاجتهاد والتقليد من المسائل الاجتهادية أم من المسائل التقليدية؟ يقول العلماء لا، من المسائل أنه الاجتهادية. شلون؟ نعم وإحنا مقلدين، يقول لا تعال خلي، وإلا هذا يلزم دور. شلون؟ تجي لواحد تقول له لماذا لا تقلد، يقول لك ومن أوجب علي التقليد؟ تقول له الفقيه. صح؟ يقول لك ولماذا أتبع رأي الفقيه؟ تقول له لأنك مقلد. يقول لك ومن أوجب علي التقليد؟ توقف التقليد على أنه شنو رأي المجتهد مو صحيح، لكن يتوقف الاتباع للفقيه على عناوين أخرى، مو قول الفقيه، قول من؟ أولا منطق الفطرة ومنطق العقل، ثم نأتي إلى النقل آخر عنوان. أول شيء الفطرة تدعونا إلى قضية شنو؟ الاتباع للفقيه. وإلا خلينا نعرفها، المسألة الاجتهادية يقول هي التي تأخذها من دليلها فلا بد أن تقتنع بها، إذا ما اقتنعت بها يعني كأنما تلغي العقل، تلغي الفطرة، تلغي أنه شنو؟ دليل النقلي، يعني تلغي من؟ تلغي الكتاب والسنة، أحاديث وروايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قاعد تساهم بإلغائها. لكن لما يقولون لك هذه مسألة تقليدية، بمعنى أنت مو تأخذها من دليلها، إنما تأخذها مسلما بها من أهل الاختصاص، هذا المعنى. خلي شوي نفصل، وأريد أنه حقيقة تعيرني انتباهك والتفاتك. ليش؟ لأن اليوم أكو موجة، مو بس موجة إلحاد، أكو موجة أخف من عدل. شنو؟ ما نحتاج فقهاء. موجودة لو لا؟ يقولوا موجودة وكثرة، خصوصا ذول اللي يدعون، بس يقولوا له أستاذ، حتى ما يقولوا إنه أستاذ، أستاذ مو خوي، يخلون أستاذ دو فضل أستاذ. إيه هي بلوة، بلوة وحقا، بس قالوا له أستاذ، صدق هو أستاذ. عم أنت قل لنا كل شيء ما تعرف يا أستاذ، ترادك معلم، نعلك أستاذ، تعال أعرض نفسك على أنه المنطق الصحيح، وشوف قارن نفسك أنه بالحقيقة فعلا أستاذ. حتى إذا صرت أستاذ في مجال معين، من توصل للدين أنت شنو؟ تلميذ، تبقى تلميذ. بعض الناس يبقى تلميذ يحتاج إلى معلم. جيد، خلينا نشوف مولانا العزيز، إذا نحتاج أن نلتفت أنه كيف نتعامل مع هذه القضية اللي الآن بدأت تنتشر بين أوساط الشباب، خصوصا في الشباب الجامعي، الشباب اللي تأثروا أنه بموجة العلمانية والحداثوية، ذول اللي يقولون ما نحتاج إلى فقيه، فعلا ما يحتاجون إلى فقيه؟ لا، الفطرة تقول لك لازم تحتاج فقيه. شنو الدليل مولانا؟ تعال بالفطرة، وهذا من عناوين اللي نستدل بها على وجوب البحث عن من؟ عن خالق الكون وموجوده. شنو الفطرة؟ نعم الفطرة، فطرة تقول لك تعال أنت بالفطرة تلقى كثير وكثير من النعم، وهذا النعم مو أنت اللي أوجدتها، تلقى سماوات وتلقى أراضين وتلقى صح مخلوقات عجيبة غريبة في هذا الكون، ومو أنت اللي خلقتها، مو أنت اللي أوجدتها، أكو موجد، وهذا كون تشكره الموجد، لكن من تشكره مو بس أنه تبحث عنه، لا، تبحث عنه وتشكره بما يتلائم ويتناسب مع ذلك الموجد، مع ذلك المنعم، وإلا صير إهانة، صير إهانة. مثال على ذلك، مثال على ذلك، ننطي هذا المثال، تلقى رجل دين يقدم لك خدمة، تجيب له بالله عليك بايسكل، يعتبر هذا انه اهانة لو مو اهانة؟ شو يسوي؟ او مثال اخر، رجل كبير يقدم لك مولانا خدمة وتجيب له لعابية، شو يقول لك؟ هذه اهانة، ما تتلائم مع موقعه ومن مكانته، ها؟ اهانة لو مو اهانة؟ تقول نعم اهانة. إذن يحتاج أن تشكر بما يتلائم مع هذا المنعم، وهذا الأمر يقولون بالفطرة. شنو يعني بالفطرة؟ بالفطرة يقول هذا أنت تشترك حتى مع الحيوان به،
أجل الله سامعين. ولذا الإنسان اللي ما يقوم بهذا الدور هم كالأنعام بل أضل سبيلا. مثالها معروفي وموجود حتى نستقيه من الواقع المعاش. شايفين الإنسان اللي يربي داجن من يجي يستقبلن صح يرفرف بريشهن، اللي يربي مولانا أنه شنو مواشي يجن يتمسحن به، لكن خلي يجي إنسان غريب يهرب من عنده. ليش؟ يقول نعم هذا أنه يعبر عن شكر علما للراعي للمنعم لمن يقدم له الإحسان. هذا الحيوان أجل الله سامعين، فكيف بالإنسان المتغطرس؟ بارحة قلت لك ليش قدمت البحث أنه بالأمس وأول الأمس، قلت لك أكو ترابط بين البحوث. بالأمس قلنا الإنسان بطبيعته كافر بنعم الله، قتل الإنسان ما أكفر. أكثر واحد يجحد بالمنعم وبالنعمة هو الإنسان، وإلا هذا الحيوان أجل الله سامعين. شيء بشيء يذكر وهو من اللطيف المؤسف، واحد يستدل قال شوف أنت هسه الآن الحيوان اللي هو حمار أجل الله سامعين، قدم له إناءين، واحد بيه خمرة واحد بيه ماء، شو يشرب؟ هذا اللي يستدل على أنه شنو الخمر أنه يكون يحتسيها البشر. قال واحد قال له طبعا يشرب الماء. قال شو يعني الماء يشرب أنه خمرة شنو؟ بابا هذا أنه استدلال غلط. ليش؟ لأنه الحيوان ميز الشيء الصحيح بفطرته، ها ميز أنه الخمر لا يشرب، فاللي أنه ما يساوي هذا الحيوان هو أضل منه أدنى منه مستوى. مو الاستدلال. شاف المغالطات، ترى اليوم ثلاثة أرباع الحكي مغالطات، تدرون ولا؟ هو يجي له بشبهة وقال لك دليل، هذا بابا مو دليل، هاي شبهة، والشبهة يراد لها معالجة. قال عنها علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال الشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الحق. بس هذا اللي يشوف استدلاله شو يقول؟ يقول صدق كأن حكي هذا عدل. لا بس من ترجع إلى أنه مولانا شنو الفطرة، يقول لك نعم هذا مخالف فطرتك، ولا أنه الحيوان أجل الله سامعين ميز الشيء الضار من النافع. فكيف بالإنسان؟ نفس الحالة، إذا كان الإنسان لا يميز قضية شكر المنعم ولا يرجع إلى المنعم بعودة إلى شكره، هذا أضل من الحيوان، أدنى من يعني من مستوى الحيوانات أجل الله سامعين. هم كالأنعام بل أضل سبيلا.